عن المبادئ الأساسية للديمقراطية، وقلنا المبدأ الأول هو الدستور، المبدأ الثاني اللي هو الانتخابات وحكينا عنهم، اليوم المبدأ الثالث اللي هو استقلال القضاء. طبعا جميع الأنظمة العالمية أكو ثلاث يعني سلطات رئيسية في كل بلد، سواء كان نظام الحكم جمهوري أو ملكي أو نظام برلماني أو رأسمالي أو أي نظام آخر. هناك ثلاث سلطات في البلد: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. إذا كان تركيز هذه السلطات الثلاث بيد شخص واحد أو جهة واحدة فنكون أمام دكتاتورية بحتة، أما إذا كانت هناك استقلالية بين هذه السلطات الثلاثة فنكون أمام نظام حكم ديمقراطي. السلطات الثلاث التشريعية هي اللي تشرع الأنظمة والأحكام، والتي تتمثل بالبرلمان يعني التسمية حسب نظام حكم البلد اللي تتواجد فيه. في أمريكا يسمى الكونغرس، في العراق البرلمان، في دولة أخرى تختلف التسمية. السلطة الأخرى اللي هي السلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية واجبة تنفيذ القوانين اللي تصدر عن المجلس التشريعي اللي هو البرلمان. عندنا سلطة ثالثة اللي هي السلطة القضائية اللي هي دورها رقابي، تبت في القوانين في شرعية وعدم شرعية القوانين. إذن هذه السلطات الثلاث متى ما كانت نظام الحكم ديمقراطي كانت هذه السلطات مستقلة عن بعضها، سلطة القضاء سلطة رقابية بحتة عليها. عندنا استقلالية القضاء مرتبط بمفهوم الدولة القانونية، وأهم عناصر الفصل بين السلطات وخضوع الحكام للقانون وانفصال الدولة عن شخص يحكمها، أي أن القضاء يجب أن يكون مستقلاً عن الدولة وعن الشخص الذي يمثل الدولة اللي هو رئيس أو ملك أو حاكم أو رئيس وزراء، يعني حسب نظام الحكم في دولة معينة. إذن القضاء يجب أن يكون مستقلاً عن جميع الهيئات والعناصر والأشخاص لكي نكون أمام دولة ديمقراطية حقيقية. في العراق يعني حقيقة القضاء يشاد له بالبنان، فنحن نمتلك يعني قاعدة قضاء يعني نزيه مستقل له سلطته يعني في جميع مراحل الحكم المر بها العراق. القضاة العراقيين يعني لا غبار عليهم. نعم، من هذا نجد أن مبدأ استقلال القضاء يهدف إلى فصل البرلمان عن الحكومة من جهة، وفصل القضاء عن الحكام من جهة ثانية، ولضمان استقلالية سلطة الحكم كما يهدف إلى المحافظة على الحرية ومنع الاستبداد. يعني أنه نظام الحكم، نظام القضاء، يعني الهدف الأساس هو فصل السلطات عن الشخص المسؤول الأول في الحكومة، سواء كان رئيس أو ملك أو أي نظام آخر. فالسلطة القضائية منفصلة عن التشريع، والسلطة القضائية منفصلة عن السلطة التنفيذية. يعني في دول العالم بإمكان القاضي أن يبعث إلى رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في النظام الديمقراطي أو في أي دولة ديمقراطية على الرئيس أو المحافظ أو رئيس الوزراء أو وزير أو أي صفة يحملها، يعني إذا صدر يعني كتاب استقدام من قاضي فعليه أن ينفذ هذا الأمر. إذ ما نفذ هذا الأمر فلا نكون أمام استقلالية تامة للقضاء. استقلال القضاء يعني عدم ارتباطه بجهة سياسية معينة. يعني أساس القضاء، القضاة المستقلين
هي أساس النظام النزيه والمنصف والمضمون. يعني متى ما رأى الجمهور أنه نظام القضاء نظام نزيه ومنصف ويرجع الحقوق إلى أهلها، نكون أمام يعني نكون أمام دولة قوية، يعني الشعب ينظر إليها نظرة احترام وتقدير، يعني لأن القضاء هو الأساس اللي يعتمد عليه الشعب في مدى يعني نظرته إلى 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 مدى قوة الدولة الفعلية. نعم، هذا ما يخص القضاء. أكو سؤال على القضاء؟ نعم حسن. ثاني سابس عشان الشات. لا دكتور، يعني ماكو سؤال على القضاء. يعني هو القضاء، يعني القضاء أساس الدولة. متى ما كان هنالك نظام قضائي قوي مسيطر نزيه، نكون أمام دولة قوية نزيه. أكيد سا. المحاضرة البارحة نشرت لكم يا شباب، وعندي مشكلة بالزوم، ماذا يفتح اللابتوب؟ كان سويت لكم يعني زوم، فتح على التليفون ما فتح اللابتوب، لذلك ما سويت لكم سكرين للمحاضرة، فعذرا. عندنا ال بعد ان اتممنا ال يعني استقلالية القضاء، ناتي الى المجتمع المدني الفاعل. ماذا نقصد بالمجتمع المدني الفاعل؟ يعني من اهم المبادئ الأساسية للديمقراطية هي المجتمع المدني الفاعل. فماذا نقصد به؟ يعني لكي نكون أمام ديمقراطية يجب أن يكون هنالك يعني مجتمع مدني فاعل يفهم معنى الديمقراطية، يقدسها، يأخذها من كل الجوانب، لا يأخذها من جانب واحد، يعني يتفاعل معها إيجابا لا سلبا. يجب أن تكون هنالك يعني قاعدة أساسية لهذا المجتمع المدني الفاعل. يعني إحنا ما نجيب ديمقراطية ونحاول إنه نطبقها في مجتمع أصلاً هذا المجتمع ما يعرف شنو معنى الديمقراطية، ما يعرف شنو أساسيات الديمقراطية، لأنه عندها نكون أمام فجوة بين الشعب وبين الديمقراطية. فلذلك يجب أن نفهم خصائص المجتمع المدني وأركانه. فخصائص المجتمع المدني وأركانه تمثل به: واحد، أن المجتمع المدني هو مجموعة من المنظمات ذات الطبيعة المؤسسية التي إلى حد ما التي تترجم بعض البلدان على شكل نظام أساسي وتأسيس قانوني. يعني يجب أن تكون هنا الدولة دولة مؤسسات لكي يكون هنالك مجتمع مدني. يعني أن الدولة لا تكون دولة رجال، إنما دولة مؤسسات، لكي يكون هنالك مجتمع مدني فاعل يعني يفهم معنى الديمقراطية. النقطة الثانية، يتمثل المجتمع المدني بالمنظمات الخاصة، بمعنى أنها منفصلة مؤسسيا عن الحكومة وتكون مؤسسات خاصة في بنيتها الأساسية. يعني أن المجتمع يتكون من منظمات المجتمع المدني كلكم سمعانين بها، وهذه المنظمات المجتمع المدني تكون مستقلة بشكل تام عن الحكومة، لا تسيسها الحكومة، لا ترسم طريقها الحكومة، إنما مستقلة استقلال تام عن الحكومة. النقطة الثالثة، إنها منظمات غير ربحية، أي لا توزع أرباحا على بين أعضائها. يعني منظمات المجتمع المدني الفاعل يجب أن تكون هذه المنظمات منظمات يعني منظمات الهدف منها يعني نشر الوعي ونشر الثقافة ونشر مفهوم الديمقراطية، وأن لا تكون القصد من هذه النشاطات ربحية بين أعضائها، إنما الهدف منها الأساس هو نشر الفكر الديمقراطي وتوعية المجتمع
إلى لكي يصل إلى مجتمع مدني فاعل. النقطة الرابعة أنها منظمات حاكمة لنفسها، يعني أن هذه المنظمات منظمات المجتمع المدني تكون حاكمة لنفسها بنفسها، لا يكون حكمها من الخارج، لا تمول خارجيا، إذا مولت خارجيا تكون تابعة للدولة التي تمولها، وبذلك نكون أمام تبعية للدولة التي تمولها، وبذلك لا نكون أمام مجتمع مدني فاعل، إنما نكون أمام ثقافة أو ديمقراطية تتمثل بديمقراطية الدولة التي تمول هذه المنظمة التي تمثل بمنظمة المجتمع المدني. عندنا النقطة الخامسة إنها منظمات طوعية، أي يجب أن تكون هذه المنظمات تطوعية، ليسوا موظفين لدى جهة محددة، ويجب على أعضائها أن يكونوا مؤمنين بهذه الفكرة، فكرة المجتمع المدني الفاعل، عندها نكون أمام منظمات مجتمع مدني حقيقي وليس يعني شكلي. ولا يمكن لأي نظام ديمقراطي أن يقوم بدون منظمات مجتمع مدني التي تشكل التعبير عن قطاعات واسعة من المجتمع للتعبير عن إرادة المواطنين كالنقابات والمنظمات المهنية والاجتماعية والجمعيات بما فيها منظمات حقوق الإنسان والهيئات الثقافية وبخاصة أجهزة الإعلام. يعني لكي يكون هنالك مجتمع فاعل له دوره في الحياة الديمقراطية، يجب أن يتشكل فيه قطاعات واسعة من أبناء الشعب، تكون إرادة الشعب هي الأساس، كتأسيس النقابات والمنظمات المهنية والاجتماعية والجمعيات بما فيها منظمات حقوق الإنسان والهيئات الثقافية، ويكون الدور الأساس للإعلام من أجل الوصول إلى الهدف التي ترسمه المنظمة اللي هي منظمة المجتمع المدني. طبعاً الدور الإعلام مهم، دور الراديو، التلفزيون، وسائل التواصل الاجتماعي لها دور فاعل في الوقت الحاضر في التسويق لهذه المنظمات اللي تمثل بمنظمات المجتمع المدني. فإضافة إلى السلطات الثلاث، تشكل هذه المؤسسات رديفاً بل ومراقباً يقظاً ومحاسباً لممارسة صنع القرار، ولا تكتمل ولا تقتني الديمقراطية بدون نمو وتعزيز منظمات المجتمع المدني. أي أن منظمات المجتمع المدني إضافة إلى السلطات الثلاث اللي هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، تكون هذه المنظمات منظمات المجتمع المدني منظمات رقابية على عمل الحكومة، تكون الهدف الأساس منها مراقبة أعمال الحكومة حتى يصل الأمر إلى محاسبة الحكومة، أعمال الحكومة ومدى فعالية الحكومة في تحقيق الأهداف المرسومة إليها، مدى نتاج الحكومة، مدى فعالية المجلس التشريعي اللي هو مجلس النواب، ومدى جدية مجلس التنفيذي في تنفيذ القرارات الإصلاحية إذا كانت هنالك قرارات إصلاحية، ومدى يعني جديتها في تلك الإصلاحات. إذن يعني منظمات المجتمع المدني يعني قد يكون لها عمل رقابي إضافة إلى العمل التطوعي في نشر الفكر والثقافة الديمقراطية، تكون هنالك عمل رقابي على أعمال الحكومة سواء كانت سلطة تنفيذية أو سلطة تشريعية، وحتى تكون هنالك رقابة على أعمال القضاء. نعم، أكو سؤال؟ نعم السؤال. لا سؤال، ماكو سؤال. إذا عندنا المنظمات المجتمع المدني حتى تمثل ب يعني العمل خارج المدينة في الأرياف، كعمل الجمعيات الفلاحية التي تتبع مشكلات الفلاحين والمزارعين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في الخارج. ونرى في واقعنا في مدينتنا الموصل أو في المدن الأخرى منظمات المجتمع المدني، وف
فعاليتها في تحقيق الإغاثة وخاصة لأبناء الشعب العراقي، يعني الشعب الموصلي في فترة النزوح وفي فترة العودة وفي فترة يعني المخيمات وما قدموه من مساعدات ونشر وعي ثقافي ونشر وعي مدني ومناهضة التطرف والغلو، ونرى يعني دورها الفاعل في هذا الاتجاه. نعم، أكو سؤال؟ لا لا أستاذ، المحاضرة واضحة. إذن المبادئ الأساسية للديمقراطية تتمثل في 4 مبادئ. المبدأ الأول للدستور اللي حكينا عنه، اللي هو القانون الأسمى في الدولة. عندنا الانتخابات المبدأ الثاني اللي يتمثل بحكم، قلنا يعني اختلف الفقهاء في تعريفه إلى عدة اتجاهات، منهم عرفوا بأنه حكم الشعب بالشعب، منهم عرفوا أنه المساواة، وجماعة أخرى عرفوه بأنه يعني تغيير الحكم من قبل الشعب. عندنا المبدأ الثالث اللي هو استقلال القضاء، وحكينا عن القضاء وأنه في أي دولة من دول العالم توجد هنالك 3 سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، يعني سواء كان نظام الحكم ملكي أو جمهوري أو ليبرالي أو رأسمالي، فهذه السلطات تكون يعني متلازمة لبعضها. متى ما كانت هذه السلطات يعني بيد شخص واحد نكون أمام حكم دكتاتوري بحت، متى ما كانت هنالك يعني استقلالية بين بعضها نكون أمام ديمقراطية. عندنا السمة الثالثة والمبدأ الثالث من مبادئ الديمقراطية اللي هو المجتمع المدني الفاعل، وقلنا المجتمع المدني الفاعل يعني يتمثل بفكر ووعي المجتمع، ووعي وفكر المجتمع يعني الموجود في دولة ما، ويتمثل هذا بمنظمات المجتمع المدني اللي قلنا خصائصها أن المجتمع المدني هو مجموعة منظمات مؤسساتية، لا منظمات تتبع يعني تتبع إلى شخص واحد، وإلا نكون أمام دكتاتورية بحتة. قلنا يتمثل المجتمع المدني بالمنظمات الخاصة، قلنا أنها منظمات غير ربحية، هذه منظمات المجتمع المدني، وأنها منظمات حاكمة لنفسها، وأنها منظمات طوعية حاكمة لنفسها، أي أنها لا تتبع لجهة معينة سواء كانت سياسية أو غير سياسية، وكما أنها منظمات طوعية. يا شباب، محاضرتنا لهذه اليوم هي المبادئ البقاء والاثنين اللي هما القضاء المستقل والمجتمع المدني الفاعل. محاضرتنا اللي أخرى يعني أنتم المشكلة ماكو، ما عندكم منهج إلا المنهج اللي أنا أنشره على شكل PDF. المهم اللي يحب ينزل المنهاج راح أنشر الصورة مالته حتى تطلعون عليه، اللي هو الديمقراطية والحريات العامة للدكتور حميد موحان عكوش ودكتور آيات خلف محمد جويعيد. المحاضرة الجاية إن شاء الله اللي راح نأخذها هي أنواع الديمقراطية، راح أحاول أنشرها قبل يومين حتى تطلعون عليها حتى يكون مجال للنقاش. أكو سؤال يا شباب؟ إيه نعم دكتور، ممكن توضيح بسيط لوظيفة كل من السلطات الثلاثة؟ عندنا يا شباب 3 سلطات في أي نظام حكم، هنالك 3 سلطات. تعرفون نظام الحكم هو نظام، إما أن يكون نظام ملكي أو نظام جمهوري أو نظام ليبرالي أو نظام رأسمالي. في كل دولة هنالك 3 سلطات: سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية. السلطة التشريعية هو عملها تشريع القوانين. القوانين الموجودة في أي بلد يشرع عن طريق مجلس السلطة التشريعية. يعني إذا أخذنا نموذجا العراق حتى يعني تسهل عندكم الفكرة، العراق يتمثل بمجلس النواب.
مجلس النواب هو شغله تشريع القوانين، تشريع القوانين. يقدم مقترح قانون من قبل أعضاء مجلس النواب، يقرأ قراءة أولى، قراءة ثانية، إلى أن يقرأ قراءة أخيرة ويصبح بات بعد أن يصوت عليه أعضاء مجلس النواب. بعد أن يصوت عليه أعضاء مجلس النواب يصبح القرار قطعياً، لكن لا يصبح نافذاً. يصبح نافذاً القانون بعد أن ينشر في الجريدة الرسمية في العراق، هي جريدة الوقائع العراقية. أي قانون لا يعتبر نافذاً إلا بعد أن ينشر في الجريدة الرسمية اللي هي جريدة الوقائع العراقية. هذا بالنسبة للشغل لعمل مجلس النواب. بعد أن ينفذ أو بعد أن يصبح نافذاً القانون وينشر في الجريدة الرسمية، يأتي عمل السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية في العراق تتمثل بمجلس الوزراء، الوزارات ورئيس الوزراء. عمل مجلس الوزراء هو اقتراح القوانين، وبعد اقتراح القوانين رفعها إلى مجلس النواب من أجل إقرارها. بعد أن تقر القوانين ترجع إلى مجلس الوزراء اللي يتمثل بالسلطة التنفيذية من أجل تنفيذ بنود هذه القوانين. طبعا ما تصبح نافذة مثل ما قلنا إلا بعد أن تنشر في الجريدة الرسمية. إذن هذا هو عمل مجلس التنفيذي اللي هو مجلس الوزراء. بقى عندنا السلطة القضائية، السلطة الثالثة اللي عملها رقابي على أعمال السلطة التشريعية وأعمال السلطة التنفيذية. يعني السلطة القضائية فيما إذا حدث خلاف بين السلطتين، أو فيما إذا حدث خلاف على قانون معين يتم الطعن به عن طريق مجلس القضاء أو المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى دستورية هذا القرار أو عدم دستوريته. فإذا المجلس القضاء هو سلطة رقابية على 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 عمل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. صار واضح؟ أستاذ، سؤال الأخ. نعم. هل ترى من الديمقراطية أن يتم تقسيم سلطات الرئاسات الثلاثة بين مكونات الشعب؟ يعني هو نظام الحكم، يتبع نظام الحكم. يعني نظام الحكم في كل بلد هو يعني يبين مدى يعني مدى ديمقراطية أو عدم ديمقراطية. يعني المحاصصة حتى بأمريكا، يعني إذا أخذنا مثال أمريكا، أمريكا بها حزبين أساسيين، هما الديمقراطي والجمهوري. الانتخابات هي اللي تفصل في الجهة اللي تفوز. أمريكا الحزب اللي يفوز هو يأخذ الحكومة ويأخذ المكاسب اللي تفرزها الانتخابات. فالمحاصصة موجودة في كل الدول، في كل الدول. يعني اللي يفرز المحاصصة هي الانتخابات. المشكلة في العراق يعني الأحزاب الكثيرة. يعني لو نبقى على أحزاب حزبين أو ثلاث أحزاب، يعني كان تقل المحاصصة. يعني عندنا طوائف وعندنا أحزاب وعندنا، فهو هذا السبب. نعم. أكو سؤال بعد؟ دكتور، مصطلح الحكومة يرمز لها للسلطات الثلاثة. نعم. السؤال الأخ اللي هو من زميلنا يقول: شنو علاقة الدين بالسياسات الدولية؟ يعني هسه الاتجاه الحديث انه فصل الدين عن الدولة، بحيث الدين ما يأثر على على الدولة. هسه النظام الحديث يعني حسب نظام الحكم، حسب نظام الحكم. اكيد. شنو دكتور، من له الحق في تغيير الرؤساء الثلاث؟ الشعب. نعم، عن طريق الانتخابات. هسه انتخابات جايه بامكانه تغير الرئاسات الثلاث. اختيار الاصلح. أتوقع لحد الآن ما عندنا أي سؤال. نعم. يعني انتهت فقرة الأسئلة. شكراً أستاذ جاسم على محاضرتك. ممكن تسجل لي الحضور أنت وتبعثهم لي. تمام، ستعمل الرابط. ميرسي.
اي والله، وتبعثهم لي على التليجرام. تمام.